الشعور اليوم لا يمكن انه ينوصف ولا يمكن انه ينكتب ولا يمكن انه عدسات الكاميرات كلها انها تلقطوا او تسجلوا لحتى يتسجل بهذا اليوم. هذا اليوم هو تاريخي، هذا اليوم 8/12/2024 هو تاريخ سوريا، هو تاريخ تحرير سوريا. لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا انه نوصف الشيء اللي جواتنا، ولا مستحيل باي شكل من الاشكال ان نوصف اللي جواتنا ولا نكتبه ولا نصوره ولا يمكن عدسه انه تلقطه، لانه هو فرح اكبر بكثير من كل شيء فيك تتخيله. شعور ما بينوصف. 6 سنين محاصرين بيدنب، 6 سنين كوننا جيش تستاهل اساسا، بنفسح سمويين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. السلام عليكم. نحن هون اليوم بدمشق بالشام، جيناكم من ادلب، من ادلب الحبيبه، من ادلب الحنونه، من ادلب ارض الجهاد، ارض الفاتحين. جيناكم من ادلب على دمشق لاسقاط النظام الفاجر الخائن. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بالنصر. الحمد لله لدى فاتحين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شعور لا يصدق، شعور يعني اذا بجي لك حلم حتى لا عم بقى حلم، عم بحلم بس عم طير لك فرح. مبسوط قد هذا شو اسمه، مبسوط مبسوط. الحمد لله رب العالمين. 14 سنة بدأت من 18/3/2011 وانتهت في اليوم 8/12/2024. 14 سنة من الثورة ونحن عم نقول لابد من اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام بعد 14 سنة. في كل سنة كنا نجدد العهد لا استمرار الثورة، واليوم شهدنا أكبر إنجاز في تاريخ سوريا هو انتصار الثورة وتحرير سوريا من عصابة مجرمة اغتصبت حكم سوريا وقتلت شعب سوريا وسجنت شعب سوريا وهجرت الملايين وقتلت الملايين ودمرت سوريا من أجل الكرسي. اليوم بشار الأسد go out، خرج ولن يعود. سوريا لأهلها ولشعبها ولتكون حرية ولكل السوريين. الثورة لكل السوريين، وأيضا سوريا لكل السوريين بجميع مشكلاتها وبجميع من يسكنها وطوائفها. الله أكبر والعز لله. دموع السوريين في كل مكان اليوم، وساعة دمويين وفي منتصف دمشق تعلن الخضراء. سوريا تتعال باللون الأخضر. 50 سنة، 50 عام من الظلم والقهر والذل والهوان. الله أكبر. صدق الله، صدق الله، على الله. استمعتنا اليوم ما بتخلص، فرحة السوريين ما بتخلص. اليوم عرس، عرس تكن سوري حر، عرس تكن سوري حر. الله أكبر، الله أكبر. نعم، نعم لسوريا ولا للأسد. سوريا لينا وما إلى بلد الأسد.